الذي يهرب من التعب إنما يهرب من الله، يهرب من المسؤولية، يهرب من الواجب، يهرب من الأمانة. مفروض الواحد يتعب من أجل ربنا. إزاي الواحد لما يدور على الراحة يدور على راحة الروح وليس فقط راحة الجسد؟ كمان الذين تعبوا في الخدمة ووجدوا راحتهم في هذا التعب. ممكن إنسان يخدم وما يتعبش، يعني لا يبذل مجهود شديد أو قوي، وفي إنسان تاني يتعب على الآخر عشان يريح ضميره لكي يكون أميناً للرب. أميناً لإيه؟ حتى الموت. شوفوا واحد زي داود النبي يقول إيه؟ إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوماً ولا لأكفاني نعاساً ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. مش ممكن أريح نفسي غير لما أتمم عملي. الإنسان اللي بيتمم عمله ويتمم خدمته ويحتمل المشقات في سبيل ذلك يجد لذة في التعب، يجد راحة في التعب، يجد راحة داخلية في هذا التعب الخارجي. الذي يهرب من التعب إنما يهرب من الله، يهرب من المسؤولية، يهرب من الواجب، يهرب من الأمانة. مفروض الواحد يتعب من أجل ربنا، مفروض، لأننا بالتعب بنظهر مقدار محبتنا لله، مقدار التصاقنا به، مقدار اهتمامنا بملكوته عن طريق هذا التعب. أيضا التعب من أجل راحة الآخرين. عايز تستريح صحيح، ريح غيرك وانت تستريح من جوه. انتوا تفتكروا الانسان يبقى مستريح كده لما يبتسم وهو مبسوط؟ صدقوني لما تخلي غيرك يبتسم ويبقى مبسوط تبقى انت فرحان اكتر منه. اكتر راحة انك تفرح براحة غيرك، وكل اللي ريحوا غيرهم بقوا سعداء من الداخل لانهم قدروا يريحوا غيرهم.